بخير. وعلى ذكر الأضحى، الأضحى بتعرفي هي تضحية، ما في حدا ضحى أكثر من الشعب اللبناني اللي يعني وصل لتحت جهنم يعني. فما في شك إحنا في المناسبات الدينية ما إلنا إلا نقول كل عام أنتم بخير، بس الحقيقة أنا أرسي لحال اللبنانيين سواء كانوا أغنياء أو محتاجين، الناس كلها هلأ بحاجة. وفيني أقول إنه اتقلب لبنان إلى بلد للأسف يعني خط الفقر فيه صار نسبته عالية جدا. أكيد أكيد، لأنه الناس يعني مهما كان بدله ياخذوا أي مناسبة حتى على القليلة يغيروا الحزن اللي عايشين فيه إلى شوي من الفرح والسعادة يعني. فطبعا بالنسبة للأسواق، الأسواق الحمد لله يعني أنا شايف في حركة أكثر من السنة الماضية، وطبعا هي بسبب هالمغتربين، مش اللي بيجوا، المغتربين اللي قاعدين عم يشتغلوا وقادرين يبعثوا لأهلهم شوية دولارات يقدروا يعيشوا فيها. يعني عادة نحن بأعياد سواء الأضحى أو الفطر يعني شيء عندنا شيء اسمه بحر العيد. بحر العيد عبارة عن منطقة بصير فيها مراجيح للأطفال، ويعني البياعين اللي بيكونوا بالشوارع بيبيعوا مينلي بيبيعوا الشوكولاتة والأشياء اللي هي ما بتت يعني ما بيشوفوها إلا بالعيد. خصوصا في صيدا في عندنا شيء اسمه الملبن. نعم. الملبن هو عبارة عن يعني زي حبل من النشا ومعه الجوز. حلو. ف يعني الناس ما بدها في العيد إلا تفرح حتى لو كان قلبها حزين. نعم. رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، ينعاد عليك وعلى أهل صيدا وكل أضحى، وأنت بألف خير. تسلمي، وأنا بقول للجميع عيد مبارك سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. بنقول الأعياد بتجمعنا، والأعياد هي بتفرحنا، وكل عام والجميع بخير. ميرسي رئيس.